صباح الخير مشاهدينا، رح بلش لكم بوصفتنا لليوم. رح يكون معي مارون جديد وسوا رح نحضر كوسة باللبن. أول شي بدنا حشوة اللحمة والرز، بلزمنا بصل، زبدة، لحمة مفرومة، بدنا رز، مرقة دجاج، بهار، قرفة، ملح، بهار أسود وبهار أبيض. أما للكوسة، لحشوة الكوسة غير الحشوة اللي نكون حضرناها، بلزمنا بصل مقطع، ثوم مفروم، مرقة دجاج، زبدة، ملح وبهار. ولخلطة اللبن بلزمنا لبن مع صفار البيض، كورن فلاور أو نشا الذرة، كمان شوية زبدة، ثوم مفروم ناعم، نعنع يابس، نعنع أخضر مفروم، ملح وبهار وعصير الحامض. اليوم كمان في عنا تيبس خاصة بشهر رمضان المبارك. أما هلأ رح نبدأ بالانس مع نتالي. صباح الخير نتالي. هاي كيفك؟ صباح، ماشي الحال؟ اليوم موضوعنا هو مكسرات او والدهون. نوع معين والدهون. والدهون صح. اوكي، بس نحن بنعرف انه الدهون صحيه. اكزاكتلي صح، اكيد مثل كل انواع الدهون اللي مصدرها نباتي معظمها اكيد معظمها بيفيد الصحه، ولازم نعرف شو تكوينها، شو تاثيرها على صحتنا، وخاصه عند الاشخاص اللي بيعانوا من مشكله ارتفاع الكوليسترول. وبنقول لهم كلهم مكسرات، بس قديش صح. شو هي النوعيه، اي مكسرات افضل من غيرها. وقت اللي بناكل كمان لازم نعرف شغله، انه نوعية الدهون وكمية الدهون مهمة. يعني نحن وقت اللي بدنا ناكل حيلا منتج غذائي، شخص عنده ارتفاع بالكوليسترول لازم مش بس ينتبه على إذا كان دهون مشبعة ولا بالعكس دهون غير مشبعة، لازم كمان ينتبه على كمية الدهون اللي عم ياخدها. لأنه الكمية والنوعية بتأثر على معدل الدهون أو الكوليسترول بالدم. عادة وقت اللي بدنا نشتري حيلا منتج غذائي، لازم نسبة الدهون تكون فيه، تنكون on the safe side، بين الجرام للثلاث جرامات بالحصة. يعني أنا هون عم بحكي عن يمكن البيسكوي، عم بحكي عن أنواع، حتى صرنا هلأ منشوف على أكياس المكسرات عم نشوف كمية الدهون اللي موجودة عادة فيه، قد فيه سعرات حرارية. سو نحن اللي لازم نعمله هو أنه نفتش على المنتج اللي بالحصة بيحتوي بين جرام ل 3 جرامات، يعني على الاكثر دهون. اقل نسبه دهون. نعم. شغله ثانيه كمان لازم ننتبه لها، هي قديش في نسبه دهون مشبعه بهالمنتج هذا. يعني وقت اللي نحن بنقول انه هذا منتج، حتى المكسرات بيحتوي على اكثر من جرامين من الدهون المشبعه بالحصه. نعم. صفى هولي مكسرات يمكن لازم نتوقيهم أكثر من غيرهم. نعم. ولازم ننتبه على أكيد نوعيتهم، إذا كانوا محمصين ولا لا، كيف صارت البروسيسينج تحضيرهم. بس نحن نتالي لما نشتري مكسرات بالكيلو أو بالوقية ما بنعرف كيف محضرين وقد ايه فيهم، يعني بنشتريهم بحطونهم بكيس الورق وبيجوا بحطونهم بكيس النايلون، ولكن على الغلاف ما مأيد شيء. ما مأيد. مشان هيك اليوم رح احكي عن شو هني اي انواع من المكسرات افضل من غيرها. نعم. يعني منبلش اول شيء بالمكسرات اللي فيها اكثر نسبه دهون مشبعه واكثر اكيد سعرات حراريه بنفس الوقت، يعني ثاقبت انه هالمكسرات هول هاللي عندهم نسبه دهون مشبعه عاليه هني. نعم. كمان بيحتوا على نسبه سعرات حراريه اكثر. عندنا البرازيليان ناتس اللي هني معروفين على انه بيحتوي على نسبه دهون مشبعه كثير عاليه. يعني شخص عنده كوليسترول لازم ينتبه انه ما ياخذ هالانواع من المكسرات. لانه اذا بدنا نقسمهم او نعمل لهم كلاسيفيكيشن للمكسرات، البرازيليان ناتس والماكاديميا ناتس هن، ولا صحيح يمكن ما كثير بناكلهم، منهم موجودين كثير، ولكن في اشخاص بحبون، يعني بفتشوا عليهم بين البذرات، بكاسه البذرات عاده. طيبين.
منها اكيد، بس لازم نعرف انه هو اللي فيهم اكثر شيء دهون مشبعه بالحصه، يعني فيهم اكثر من هال الجرام. ناخذ ماكاديميا ناتس اللي هن بيشبهوا البندق بس الكبير، صح؟ الحصه كم حبه تقريبا؟ الحصه عاده ما بتتعدى الثلاث حبات، ثلاث لاربع حبات، فيهم نسبه كثير عاليه من الدهون المشبعه. سو بدنا نتوقي هون البرازيليان ناتس كمان ثلاث حبات هن تقريبا حصه من الدهون، وبيكون فيهم نسبه كثير عاليه من الدهون المشبعه. نعم. بيجي من بعدهم بقيه انواع المكسرات، يعني انا عم بحكي هون عن الكاجو، عم بحكي عن يمكن البندق احسن لانه يعني فيه نسبه دهون مشبعه اقل، وكمان فيه نسبه دهون غير مشبعه مونو انساتوريتد اعلى. أه. يعني هون صفينا افضل شوي درجه اعلى، يعني عم نعمل مثل باجنت للمكسرات. الكاجو الكاجو تقريبا الحصه بتتراوح تقريبا ست حبات من الكاجو بيعطونا حصه من الدهون. هون لما نحكي عن حصه، انا اذا بدي اعتبر هالمكسرات اليوم رح اتناولهم كسناك بعد الظهر، مفروض اكتفي بحصة من هولي؟ هلا سؤالي كثير، فيني اخذ تشكيلي منه؟ نحن بالنهار بحاجة لكمية دهون. اوكي، عم نعمل ريجيم، بدنا نخفف وزننا، نحن بحاجة لمينيموم من هالدهون اللي بتساعدنا كرمال جسمنا يشتغل بطريقة صحيحة. نعم. هلا هالكمية الدهون فينا ناخذها كمصدر جاي من الزيوت. نعم. اكيد في بالاجبان نسبة دهون. هلا نحن فينا هالدهون بالنهار بدل ما ناخذها بالأجبين أو حتى بالزيوت المضافة نحن عم نطبخ، فينا نخفف هالزيوت ونقرر أنه بدنا نتناول الدهون بأكلنا من المكسرات. سو ما في كمية محددة. نعم. لازم ناخدها، فينا ناخدها، هو كله بالنهاية قدي عم ناخد بالنهار وقدي هي معدل تناولنا من هالدهون خلال النهار. هلأ بالمكسرات كتير سهل نتناول دهون، نتناول أكتر مما نحن بحاجة، يعني لازم نعرف كيف نحد من الكمية اللي نحن لازم ناخدها. هلأ الإرشادات بتقول لشخص عنده كوليسترول وبده يستفيد من الإيجابيات تبع المكسرات، لأنه هي منا بس دهون. مزبوط. هلأ رح نشوف في غير عناصر موجودة بالمكسرات. لازم يأخذ حوالي الكمشة من المكسرات يوميا. نعم. على فترة 5 أيام. الدراسات فرجت أنه تناول تقريبا 30 جرام من المكسرات يوميا على 5 أيام لفترة بيوطي من نسبة الكوليسترول لحديت 10 ل 15%، واللي هو شيء منيح، بس لازم ننتبه انه هدول المكسرات جايين بديل للزيوت، يعني مش نزيدهم على اكلنا. معنا اتصال. الو الو، بونجور. بونجور، مين معنا؟ كريستيان. تفضلي، شو سؤالك كريستيان؟ بليز بدي اسال، طلع معي الاش دي ال 46. نعم. والال دي ال 73. حاطين اطوال حد 46، هذا صار مدي عم بيطلع قليل عندي، كيف بدي اقوي؟ اقوي بالاوميجا 3؟ اوكي، ثانكس لسؤالك، ميرسي كريستيان. ناتالي رح نجاوب كريستيان بعد هالوقفه ونكفي حديثنا اكيد. كان كريستيان كانت معنا على الخط قبل البريك، وسؤالك كان كيف يتعلي الكوليسترول المنيح خلال الأكل. خلال الأكل، هلأ الدهون عادة الدهون الغير مشبعة فيها بعض أنواع من هالدهون هاي فيها تساعد بارتفاع الكوليسترول الجيد، ولكن بشكل كتير ضئيل. اللي بيساعد يعلي هالكوليسترول الجيد هو أول شيء الرياضة. يعني كريستيان إذا ما بتعمل سبور لازم أكيد تبلش تعمل رياضة. بيأثر ناتالي؟ صح صح بيأثر. هلا كمية الاش دي ال بتعلى وقت اللي نحن بنبلش نعمل أكيد رياضة. تاني شغلة فيه أكيد أنواع الدهون. هلا في بعض أنواع الدهون بتعلي الاش دي ال مثلا، ولكن بشكل كتير بسيط. في أشخاص، في دراسات بتقول كمان إنه الألكول أو الكحول بتساعد لارتفاع الكوليسترول، بس مشكلة الكحول هي إنه كمان فيه سعرات حرارية إضافية، وكمان باردون بتزيد الوزن وبتعمل غير أكيد اشتراكات، يمكن إذا شخص عنده تريغليسيريد عالي أو سو. خلينا بالرياضة. أكيد تخفيف الوزن، كمية السعرات الحرارية، تغيير السعرات الحرارية بيأثروا على أكيد نسبة الـ HDL، يعني إذا هي عندها زيادة وزن
إذا خففت وزنها ممكن هذا يحسن الأجداء. هلا أكيد لازم ننتبه على كل نعم. العوامل اللي ممكن أنه تأثر. كمان اتصال. ألو ألو وي بونجور. ألو بونجور، مين معنا؟ جمانة. تفضلي جمانة. نتالي بليز، أنا بحب كثير الكريكري وباكل حوالي 6-7 حبات كل يوم بالنهار، بقى هل هيدا انه كميه كبيره او تاكلي غيرهم او بس كريكري؟ لا بس كريكري. بس كريكري اوكي. ايه. اوكي. السؤال الثاني بليز، انا باكل سردين، باكل سردين كثير، بقى هل هو كفايه انه بيعدل السمك الطازه اللي بنجيبه من السوق، ولا لانه معلب بيفقد من الفيتامين تبعوله، من الافاده تبعوله؟ اوكي. اوكي. هلا ما بعرف اذا بعدها معنا على الخط. وزنها كيف جمانة؟ بطلت معنا جمانة. اوكي، هلا اول سؤال عن الكريكري، بتاكل كل يوم تقريبا 7 حبات كريكري، اذا وقفت على 6 حبات ما في مشكله، المهم انه ما يكونوا في غير انواع دهون زياده عم تاخذهم. عم تستفيد منهم؟ اكيد. الفستق السوداني عاده فيه نسبه دهون غير مشبعه اعلى من غيره، دونك بتستفيد من هالمونو انساتوريتد فات. الكوتينج تبع الكريكري هو عجينه، عجينه ما فيه دهون. يا سكر؟ مش سكر، هو اكشلي مثل الكعك، مثل النشويات هو. أوكي. دونك ما كثير بياثر. هلا على 7 حبات ماشي الحال، غير انه نسبه الدهون المشبعه فيه اوطى من غير انواع من المكسرات، سو فيها تضلها تاخذ الكريكري. المهم تنتبه قد ايه عم تاخذ دهون بالنهار، هو هيدي الاساس، يعني ما فيني الا ايه منيح يعني باقي اكلها باقي اكلها شو هو. واذا كان عندها زياده وزن ساعتها هون لازم ننتبه نشوف وين زياده السعرات الحراريه كرمال تنضل نستفيد من المكسرات، وبنفس الوقت ما ناخذ سعرات حراريه اضافيه. سؤال الثاني كان عن السردين، اذا ما بتاكل سمك هي يمكن عم تقول انه فيها انه الافاده من السردين مثل السمك الطازه. هلا السردين بيحتوي على نسبه اوميجا 3 ان كان معلب او طازه، بضل في نسبه الاوميجا 3 فيه صحيحه. هلا ننتبه بالسردين انه فيه زيت كثير، بيكون معلب بالزيت، دونك مبدئيا اذا كثير ناكل وما منصفيه وما منشيل الزيت منه بنكون عم ناخد نسبة زيوت إضافية. والشيء المنيح بالسردين انه فيه كالسيوم، يعني فيه نسبة كالسيوم عالية، لانه نحن بناكل عادة السمكة بيكون فيها نسبة كالسيوم اعلى من غيرها، دونك بنستفيد من الكالسيوم كمان، دونك معلب او طازة بضل فيه هالأوميجا 3 المفيدة. لكن حكينا عن الماكاداميا والبرازيليان نات، ننتقل هلا للفستق الحلبي واللوز. الفستق الحلبي ويمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا انه بيحتوي على نسبه فايتوستيرول اعلى من غير انواع من المكسرات. شو الفايتوستيرول؟ رح ذكر بس شو هو. الفايتوستيرول هو كوليسترول بس مصدره نباتي، وهالكوليسترول النباتي وقت اللي بناخده بخفف من امتصاص الكوليسترول اللي موجود بالاجبان اللي مصدره حيواني اللي بيعلي الكوليسترول بالدم. سو نحن وقت اللي عم ناخذ، مشان هيك بنقول انه لازم ناخذ مكسرات تنوطي الكوليسترول. من فوائد المكسرات، صحيح في الدهون الجيده ولكن كمان في غير مواد، يعني في هالفايتوستيرول. والفستق الحلبي، الفستق الحلبي بيحتوي على نسبه فايتوستيرول اعلى من غيره، بس الكميه هون النقطه الاساسيه. يعني نحن تنقدر نحسن هالكوليسترول هيدا لازم ناخذ حوالي الجرام لجرامين يوميا من هالفايتوستيرول تنخفض الكوليسترول لحوالي 15%. هول بكم حبه بتلاقوا الجرام؟ هول بدنا ناكل كثير فستق حلبي. هلا صحيح بيساعد انه نخفف من الكوليسترول، بس لازم ننتبه على الكميه، يعني تقريبا 15 حبه فستق حلبي هن بيوازوا ملعقه زيت، وما في 15 حبه مزبوط، ونسبه الفايتوستيرول قليله بالنسبة للجرام والجرامين اللي نحن بحاجة لها. مشان هيك هلأ هالنوع من الفايتوستيرول عم بينضاف لبعض أنواع من المأكولات كرملتا الشخص اللي مصاب بارتفاع يقدر يستفيد. هلأ أكيد المصدر الطبيعي بيضل يفيد الفايتوستيرول، موجودين كمان
بالمنتجات الصويا، موجودين كمان بالقمح الكاملة. دونك فينا ناخدها من بالزيوت، الزيوت اللي بنكلها زيت الذرة بيحتوي على فيتوستيرول. هلا الكمية يمكن منا كتير عالية قد ما لازم ناخدها تنوطي الكوليسترول، ولكن بتضلها تفيد، بتضلها مفيدة. نقطة أساسية كمان بالمكسرات هي وجود أنواع من الفيتامينات منا موجودة بغير فئات غذائية، منها الفيتامين إي أو فيتامين أ اللي هي مواد مضادة للتأكسد ضرورية عند شخص بيعاني من ارتفاع الكوليسترول. الفيتامين أ ما بتتواجد بالخضرة، ما بتتواجد بالفواكه، بتتواجد أكتر بالمأكولات اللي غنية بالدهون. مشان هيك شخص عنده عم يعمل ريجيم بده يخفف وزنه، أو حتى عنده كوليسترول عالي، ما لازم يلغي الدهون، ما لازم يقول خلص أنا بوقف الزيت. لا، في فوائد لهالأنواع من المأكولات، ولكن بالكمية اللي بتناسب جسمنا. يعني بالكمية صحيحة. دونك هيدي إذا بدنا نحكي عن مثلا الفستق الحلبي. أفضل من أفضل نوع مكسرات هو اللوز. وهلأ موسم لوز، دونك خلينا نستفيد من اللوز، بس ما ناكل كيلو لوز على الوقعة. هيدي مع يمكن مشروب أو حتى عصير ننسى حالنا. ننسى حالنا صح. لأنه غير عن أنه بيحتوي على دهون جيدة، كمان فيه نسبة بروتينات عالية. يعني نحن وقت اللي بدنا ناخذ سناك او وجبه سريعه بدنا شيء طيب، وبنفس الوقت يخفف هالاحساس بالجوع، واكيد يساعد انه يشبعنا. أكيد. احسن ما ناكل يمكن شوكولا او تشيبس او اللي هو. خلينا نشوف مين ناطر على الخط. الو. الو، بونجور. بونجور، مين معنا؟ بقدر شارك ببالانس؟ اكيد تفضلي. وحياتك، بدي اسالك، انا عم بعمل رجيم وصار لها شهر عم تعطيني على طول بس الغداء لحمة سمك دجاج، يعني ممنوع فواكه، ممنوع نشويات بالمرة. وعطتني حبوب الشيا، شو هني هو الحبوب الشيا؟ شيا سيدز. اوكي اوكي. السؤال هو عن الشيا سيدز. شيا سيدز هو انه بس لحمة دجاج سمك الغداء بدون فواكه صار لها شهر. اوكي. هلا ما بعرف شو حالتها، يعني اكيد في كثير معلومات لازم تكون عندي تقدر فيدها بنسبه السعرات الحراريه، بس عاده لو شو ما كان النظام الغذائي لازم دائما يكون في توازن على كل الوجبات. هلا على وجبه الغداء عم تعطيها بس لحوم، يمكن ما عم تعطيها خضره. مزبوط، ما عطى عن خضره، عم تعطيها فواكه. بدنا نشوف شو عم تاخذ خلال باقي النهار تا انا اقدر جاوبها. دونك اول سؤال ما رح فيني جاوب عليه، مهم نشوف شو عم تاخذ خلال الغداء بعد الظهر. هلا اذا لغي كليا الفواكه هيدا الشيء ما لازم يتطول كثير، لانه بالنهايه الجسم تا يشتغل مزبوط بحاجه لكل الفئات الغذائيه، حتى ولو بحاجه انه نخفف نسبه السعرات الحراريه. سؤاله هو شو هو الشيا سيدز؟ المفروض تكون فسرت له عليه. الشيا سيدز هو شبيه كثير بالبذر الكتان. هو نوع من حبوب، من حبوب بذر بالأحرى، فيه نسبة أوميغا 3 عالية، شبيهة كتير ببذر الكتان، بتكوينها ببذر الكتان، غير أنه كمان بيحتوي على ألياف مفيدة، فيه أوميغا 3 بيوطي الكوليسترول، وبالنهاية هو دهون جيدة موجودة. هلأ الكميات كمان هون بدنا نشوف قدي عم تاخد. كمان اتصال. ألو. ألو. وي بونجور حنين. الو حنين. السلام عليكم. اهلين اهلين. فيكم معكم حنين من السعوديه. حنين اذا بتريد بتوطي صوت التلفزيون، بتسمعينا من التليفون؟ ايوه وطيته. تفضلي. الو. ايه تفضلي، عم نسمعك. شو سؤالك حنين؟ ما بعرف اذا بعدها معنا. الو؟ قطع الخط للاسف. لكن اللوز غير انه فيه نسبة دهون جيدة، فيه كمان بروتينات بتساعد للشبع، للاحساس بالشبع. هلا ننتبه انه ما نكبر كمشتنا عادة، يعني تقريبا 8 ل 10 حبات على الاكثر من اللوز. غير انه كمان هو مصدر جيد للكالسيوم.
ومثل ما كنت عم بقول قبل للمتصلة إنه شو ما كان النظام الغذائي لازم يكون فيه توازن بأكلنا. نعم. يعني لازم بدنا نخفف وزننا، بدنا ننتبه للسكري، بدنا شو ما كان لازم يكون كل الفئات الغذائية ممثلة بنظامنا الغذائي، لأنه الجسم ما بيشتغل على بس دهون أو بس فيتامينات أو بس ألياف، بحاجة لتوازن بكل الفئات الغذائية. دونك خلينا ننتبه لهالنقطة. نعم. هاي رح ناخد وقفة سريعة ناتالي ومنرجع من كافي حديثنا. لوز انه من افضل المكسرات، صح؟ لوز، وكمان ما ننسى في السمسم. السمسم والطحين الناس بتخاف منه عادة، هن كمان من انواع المصادر للدهون اللي مفيدة جدا، شبيهة كتير بزيت الزيتون. فيها نسبة مونو انساتوريتد فات، يعني دهون غير مشبعة، جيدة جدا بنسبة عالية. دونك ما نخاف نعمل نستعملها بالطحينة بالطاجن. هلا ننتبه اكيد على بقيه انواع الدهون اللي عم نزيدها باكلنا، ولكن كمان فيها تكون هي مصدر جيد للدهون الغير مشبعه. في كمان البندق اللي مش معروف اذا منيح ولا مش منيح، خاصه انه عاده البندق دائما موجود مع يمكن شوكولا او موجود بكونتكست مغلف، مغلف منه عم ناخده لوحده. البندق هو من الدهون الجيده كمان، فيها نسبه دهون غير مشبعة عالية، ما فيها كتير نسبة دهون مشبعة. دونك فينا ناكل كمان بندق، الحصة هي تقريبا حوالي 5 حبات تناخد ملعقة زيت، يعني إذا بدنا نقارنها للفستق الحلبي اللي هو 15 حبة. نعم. مقارنة لتقريبا 6 حبات من البندق، مشان هيك هون بيلعب دور الكمية اللي عم ناخدها، وأكيد كمية السعرات. نعم. الحرارية اللي أكيد ما لازم ننسيها وما نحسب الحساب. ما حكينا عن المكسرات لما يكونوا مدخنين أو ملتوتين بالبهارات أو الجبنة أو الزعتر، هون عم نزيد من السعرات، عم نزيد من الدهون؟ ما عم نزيد يمكن من الدهون، ولكن عم نضيف مواد محافظة، وعم نزيد نكهات. هلا قديش نسبة الدهون، قدي مقالة، قديش عم تنقلها، قدي عم تتحضر. أكيد الدهون عادة ما بتزيد. هلا إذا فيها جبنة عادة هي نكهة الجبنة أكثر من ما هي الجبنة كدهون، مبدئيا زيت الشيء. بس في مواد مضافة أفضل إنه نتجنبها، فيها نسبة أملاح لازم نتوقيها كمان. يعني شخص عنده ارتفاع بالكوليسترول ما بس لازم ينتبه بس للدهون، لازم كمان يخفف من الملح. إذا أخذهم ملحين بيكون عم بي، لأنه هو عنده استعداد أكثر لارتفاع الضغط، بده يتوقع كمان. نعم. هالشغلة هاي. ناتالي، قبل ما نختم بدنا نذكر بمسابقة بالانس، والسؤال السؤال كان على المشاهدين. صح. على صفحة الفيسبوك بيج، صفحة الفيسبوك بيج. السؤال هو عن نوع فواكه اسمها جرافيولا. شو هي؟ هي هيدا النوع من الفواكه، فواكه بالبرازيل موجود كتير. هل ترى هو القشطة أو التشيريز أو الكرز؟ نعم. أكيد للي بيهمه أنه يدخل على المسابقة بيفوت على صفحة الفيسبوك بيج، بحط جوابه والإيميل، وإن الله راد بكرة رح أعطي أسامي الرابحين لهالمسابقة. ثانكس ناتالي، رح نشوفك بكرة لكن ببالانس. رح ناخد بريك ومن كافي لايف.